أصبحت أجهزة الكمبيوتر أكثر تقدماً بكثير، وصارت أحسن وأسرع وأقوى لدرجة أنها صارت تستبدل الإنسان بالذات في مكان العمل. هل معناتها أن الأشياء اللي شفناها بفيلم التيرمينيتر وفيلم الماتريكس حتصير؟ هل معناتها شركات مثل سكاينت راح تسيطر على الإنسان؟ هل معناتها أن الإنسان راح يتحول لبطارية تغذي الأجهزة هاي؟ تكلم العالم موشي فاردي بالاجتماع السنوي للأمريكان أسوسيشن فور أدفانسمنت إن ساينس، وتحدث عن قدرة الأجهزة بالتفوق على الإنسان بأداء تقريبا أي عمل. والسؤال اللي طرحه هو إذا كانت الأجهزة هاي قادرة إنها تفوق على الإنسان بأداء أي عمل، شو راح يعمل الإنسان بعدها؟ التطور التكنولوجي اللي حيصير بالأجهزة والكمبيوترات راح يفقد 50% من سكان العالم وظائفهم بالـ30 سنة القادمة، والعلماء سموا الظاهرة هاي بالثورة الصناعية الرابعة. وقبل ما نكمل على المستقبل، خلينا نرجع شوي ونحكي عن الماضي. بدأت الثورة الصناعية الأولى في بريطانيا في أواخر القرن 18 مع ماكينة صناعة الغزل والنسيج، واستبدلت هاي الماكينة وظائف كان يعملوها أيدي بشرية كثير، وأصبحت الآلات هاي تستخدم لأغراض مختلفة والإنتاج الضخم. ولعبت صناعات الحديد والمنسوجات والآلة البخارية دورا أساسيا في الثورة الصناعية التي شهدت أيضا تحسين نظم التنقل والاتصالات والبنوك، بينما أدى هذا التصنيع لزيادة حجم وتنوع السلع المصنعة وتحسين مستوى المعيشة للبعض، أدى أيضا إلى تقليل الفرص للطبقات الفقيرة والعاملة. كانت الثورة الصناعية الثانية والمعروفة أيضا باسم الثورة التكنولوجية مرحلة التصنيع السريع، وكانت تستخدم الطاقة الكهربائية للإنتاج الضخم، وكانت فترة تطور صناعي سريع في المقام الأول في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا واليابان. كانت أيضا هذه الفترة التي تعرضت فيها لأساليب تنظيمية حديثة لتشغيل شركات واسعة النطاق في مناطق شاسعة. في هذه الفترة السفر والاتصالات العالمية تحسنت بشكل ملحوظ، سمحت للسكك الحديدية للنقل السريع للمواد والمنتجات، هذا الأمر الذي أدى إلى بناء طرق بشكل أرخص. الثورة الصناعية الثالثة شهدت تطويرات كبيرة في مجال الإلكترونيات وأنظمة المعلومات، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في مجال الديجيتال كمبيوتينج والاتصالات بالذات في التسعينات مع ولادة الإنترنت. النتسكيب نافيجيتر والإنترنت إكسبلورر وصلوا كثير من الأفراد بعضهم البعض بالإضافة إلى كثير من الشركات، وبحلول 1999 أغلبية دول العالم كان عندها إنترنت. في آخر 2005 وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 1 مليار شخص، وفي 2010 وصل عدد مستخدمين الهواتف الذكية إلى 3 مليار شخص. عم تنبنى الثورة الصناعية الرابعة على الثورة الصناعية الثالثة، خلالها راح نشوف مزيج بين التكنولوجيات المختلفة سواء كانت الفيزيكال أو الديجيتال أو حتى البيولوجيكال، وراح يكون صعب علينا نميز بيناتهم. وخلالها حنشوف إنهم مربوطين كلهم، سواء كانت الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو حتى الكمبيوترات، كلهم حيكونوا مربوطين مع بعض بمفتاح واحد، حيكون هو الارتفيشال انتليجنس. بالواقع الارتفيشال انتليجنس موجود حوالينا بكل مكان، سواء كانت بالسيارات اللي بتسوق لحالها أو الطائرات اللي بدون طيار أو حتى بالهواتف الذكية. وفي بداية 2016 في المنتدى العالمي الاقتصادي حكوا إنه 5 ملايين شخص راح يخسروا وظيفتهم على بداية 2020. في نوعين من الوظائف راح تعرض للخطر. أول نوع من الوظائف اللي هي الوظائف اللي ما بتحتاج مهارات عالية مثل عمال مصانع وخطوط تجميع. وثاني نوع من الوظائف اللي هي بتحتاج مهارات شوي أعلى مثل سواقين السيارات، مثل كاشيرز، وكمان حتى بعض الوظائف المكتبية. وحكوا العلماء كمان بعد تولي الأجهزة الوظائف هاي راح يصير فيها تطويرات ذاتية. أولها إدراك الذات، ثانيها راح تفهم الأجهزة مبدأ الحياة والموت، وأخيرا راح تفهم الأجهزة هاي غاية وجودها، وكل هاي الأشياء اللي بتخلينا إحنا بشر. وفي وظائف ذات مهارات لسه أعلى من اللي حكينا عنها راح تستولي عليها الأجهزة، مثل الوساطة المالية، مثل تحليل البيانات، ومثل بعض الوظائف في المجال الطبي. ولما تستولي الأجهزة على هاي الوظائف طبعا راح نستغني إحنا عن الطاقات والمهارات البشرية. ولهلأ بال 2016 ما عندنا أي أجهزة بتفكر لحالها أو مستقلة بذاتها، بس كل الأدلة اللي عندنا إياها عم بتشير إنه هذا الشيء راح يصير، وراح يصير قريبا، وراح نوصل للثورة الصناعية الخامسة أو اللي يسموه بالعلماء بالتكنولوجيكال سنجلاريتي. وإذا فعلا صار الشيء هذا راح نوصل إحنا البشر لمرحلة إنه مش قادرين نتواكب مع التطورات اللي عم بتصير بالأجهزة والكمبيوترات، لأنه راح يكون عندنا الكمبيوتر الذكي قادر على صناعة كمبيوتر لسه أذكى منه، وهذا الكمبيوتر الأذكى راح يقدر يصنع كمبيوتر لسه أذكى وأذكى لحد ما توصل الكمبيوترات
مرحلة إنها قادرة تصنع سوبر كمبيوتر بمسألة ثواني. لكثير منكم ممكن يكون هذا أشبه بعلم الخيال، بس العالم ستيفن هوكينغ أكد لنا إنه لو الكمبيوترات انتركت لحالها ممكن يعني هذا نهاية العرق البشري، وأضاف كمان إنه هذا ممكن يكون أسوأ شيء وممكن يعني نهاية العرق البشري، لأنه إحنا البشر بحدنا التطور البيولوجي البطيء مقارنة بالأجهزة. فاللي عم بيحاول يحكيه هوكينغز انه هو كيف حيكون عندنا القدره على منافسه الاجهزه هاي لما تكون هي اوريدي عندها القدره هلا بالمجال العسكري انها تختار اهداف وتتخلص منها بمساله ثواني. التطور التكنولوجي لا مفر منه. مثال على التطور التكنولوجي بزماننا الحالي هو الكوانتم كومبيوتينج اللي توصلنا له، هي قدره الكمبيوتر على تغيير الواقع، وكثير من الناس عم بتلوم الكوانتم كومبيوتينج على تاثير مندلا. وإذا حابين تعرفوا أكثر عن تأثير مندلا ممكن تضغطوا على الرابط اللي فوق. وضع في عام 1965 جوردن مور المؤسس المشارك لشركة انتل قانون ينص على أن عدد الترانزستورات في الكمبيوتر لكل بوصة مربعة على الانتجريتد سيركت قد تضاعف في كل عام منذ تم اختراعها، وأن هذا السلوك سوف يستمر في المستقبل المنظور، وهذا التوقع يستمر في الحدوث الآن. فشوفوا كيف الكمبيوتر تكنولوجي تقدمت منذ عام 1960. فإحنا هلأ بنحمل بجيوبنا تكنولوجيا أحسن من التكنولوجيا اللي استخدمتها ناسا بأواخر الستينات لما بعثت إنسان على القمر. انضم السيد هوكينغ مؤخرا إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس أكس، وأيضا إلى ستيف ووزنياك من أبل ومئة غيرهم من العلماء وكبار رجال الأعمال في إصدار خطاب كشف النقاب عنه في المؤتمر الدولي المشترك في بوينس آيرس في الأرجنتين، محذرا أن الذكاء الاصطناعي يحتمل أن يكون أكثر خطورة من الأسلحة النووية. كما اتفق إيلون ماسك مع هوكينغ وقال أن التطورات المستقبلية في الارتفيشال انتليجنس قد تكون أقرب إلى سامنينج ذا ديمون كما قال، وقال أيضا أنه يميل أكثر فأكثر إلى الاعتقاد أنه يجب أن يكون هناك بعض الإشراف التنظيمي وربما على المستوى الوطني والدولي فقط التأكد من أننا لا نفعل شيئا غبيا كما قال. وأعرب مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس أيضا عن مخاوفه حول الذكاء الاصطناعي، وخلال جلسة أسئلة وأجوبة على موقع ريديت في يناير عام 2015 قال غيتس: أنا من الفريق الذي يشعر بالقلق إزاء الذكاء الاصطناعي. الآلات أولاً سوف تعمل كثير من الوظائف لدينا ولن تكون فائقة الذكاء، وستكون هذه علامات إيجابية إذا تمكننا منها جيداً، ولكن بعد بضع عقود ستصبح ذكية بما يكفي لتكون مصدر للقلق. تطوير الـ Artificial Intelligence من أكبر أهداف المجتمع العلمي. الخوف بيصير لما تدرك الأجهزة هاي أن البشر تشكل خطر عليها، ومثل ما صار بشركة سكاينت بفيلم Terminator ممكن تقرر الـ Artificial Intelligence أن هي تبادر بالهجمة الأولى على البشر. باستخدام قانون مور رأى العالم كيرزل اللي يعتبر من أكبر علماء الكمبيوتر في العالم وبيكون هو المدير الهندسي في شركة جوجل من أيام الثمانينات، رأى أن التكنولوجيكال سينجولاريتي راح تصير موجودة بال 2045. وفي أفضل سيناريو إذا الآلات ما كانوا عم بيحاولوا يدمرونا، بيقولوا علماء التكنولوجيا إنه راح نوصل بال Artificial Intelligence إلى مراحل ما كنا نحلم فيها، بحيث إنه حيكون في مزيج بين Artificial Intelligence وبين الجهاز العصبي للإنسان، راح يكون للبشر القدرة على تحسين البروسيسنج باور للدماغ وتحسين الذاكرة باستخدام النانو تكنولوجي، راح نقدر نخزن المعلومات بالكلاودز أو بسحابة، وراح يوصل البشر مع الـ Artificial Intelligence إلى مرحلة بنسميها بالترانسهيومانيزم. احنا داخلين على عالم جديد وصعب، بإمكاننا بس إنه نخمن شو الأشياء والتغييرات اللي راح تصير في المستقبل، بس في أشياء أكيدة ممكن نعملها وتعطينا القدرة على التنافس مع الـ Artificial Intelligence، منها القدرة على التكيف مع التغييرات. تاني شغلة الذكاء العاطفي اللي بيعطينا القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة، وأهم شيء التعليم، وإحنا عم نكتشف يوم بعد يوم أهمية التعليم بمستقبل مستقبلنا إحنا طبعاً، مستقبل أولادنا، علشان بعديها ما نتحول لبطارية تستهلك ولما تخلص تنكب.